أول رسالة وجهت إلى فرنسا على أن هذه الثورة هي ثورة جهاد، وعلى أن هذه الثورة ليست ثورة جياع، وعلى أن هذه الثورة هي ثورة شمولية، وعلى أن هذه الثورة بإمكانها أنها تتجاوز جميع المخططات، وعلى أن هذا الشعب لن توقفه أي إجراء مهما كان من الإدارة الاستعمارية. وبالتالي بعد 10 أيام فعلا القرار دخل إلى الأمم المتحدة وصدرت تعليمات صارمة على أن هذه القضية هي قضية تحرر، وعلى أن هذه القضية هي قضية تقرير مصير. وبالتالي فهذا الحدث نقول أنه حقق كل أهدافه. لكن أيضا لو نقول أو لو نريد، نحن في 2019، ولهذا نقول كرسالة على أن الاستقلال لم يهب لنا ولم تعطيه فرنسا لنا. هذا الاستقلال جاء عبر تضحيات جماعة، جاء عبر تضحيات وتضحيات كبيرة جدا. ولهذا أيضا الحفاظ على هذا الوطن هو واجب، والذي تسول له نفسه بضرب هذا الوطن بأي مبرر كان فهو مرفوض. كذلك الرسالة الأخرى على أن أبائنا الذين ضحوا والذين قدموا كل ما لديهم من غالي ونفيس، الواجب علينا أن نتحمل أيضا مسؤولياتنا اليوم في بناء هذا الوطن، كل في مكانه وكل حسب مسؤوليته. لا يظن الكثير على أن هذا الوطن ينهض بدوننا. هم صنعوا الحدث فيجب أن نصنع الحدث. نحن نتمنى أن نرى الجزائر في 2019 وفي السنوات القادمة هي جزائر العزة والكرامة فعلا، وجزائر التطور، وجزائر الازدهار، وجزائر المفخر، لأن فعلا نحن جزائر المفخر، ونحن ثورتنا صنعت المجد، وإلى يومنا هذا هي ثورة المثل بالنسبة لكل متحرر. ونقول على أن كذلك أننا نساند، وهي سياسة دولتنا وسياسة الدولة الجزائرية، يجب أن نساند كما ساندنا كثير وكما وقف معنا الكثير في محنتنا وفي ثورتنا حتى انتصرنا. فيجب أن نقف مع جميع القضايا العادلة، وأعتقد أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية مركزية ويجب أن لا ننساها. نحن عشنا الجوع، وعشنا القهر، وعشنا الإبادة، وعشنا التقتيل، وسقط في سبيل هذه الأرض أكثر، يعني الثورة فقط هي 1.5 مليون شهيد، ولكن كل الإحصائيات تقول على أن هذه الثورة يعني قدم يعني الشعب فداها، وسقط أكثر من 10 ملايين. مقابل ماذا؟ مقابل الأرض. ونقول لإخواننا المظلومين والمضطهدين على أن الحرية لا تسمح، وعلى أن الحرية يجب أن يكون في سبيلها الدم، والدم هو فداء الأرض. ونحن مسلمون ونعتقد أن أيضا سقوطنا وسقوطنا في الدفاع عن أراضينا الإسلامية ما هو إلا شهادة. أشكر الجميع على حسن الإصغاء وحسن الاستماع، ونتمنى أن نرى الجزائر فعلا فيها التنمية وفيها التطور، لأن الاحتفالات لا تكفي لوحدها. أنا أقولها قد هو رأيي على كل حال، أقول أن الاحتفال هو واجب، والوقوف على البطولات هو واجب، وبالأخص أن نغرس هذه المعاني لأبنائنا، لأن أبنائنا معليش الأسرة والناس اللي ولكن أبنائنا الصغار يجب أن نغرس فيهم مبادئ الثورة ومبادئ التحرير، ولكن كذلك يعني أن نوصيهم بهذا البلد، وكذلك أن نحمل قلت كل واحد مسؤوليته من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تبقى الجزائر في فلك الدول المتخلفة، في فلك الدول التي تعتمد على الموارد أو المورد الواحد في الاقتصاد ودائما تعيش أزمات. نحن نتمنى لها